سبحان الله العظيم. أصدقائي صديقتي محبين في النافري حالي، أتقاسم معكم هذا المنظر الرائع للغروب من منطقة الولي الصالح سيدي حسن اليوسي. منظر رائع جميل جدا، أتمنى أن ينال إعجابكم. ربما أريد أن أتقاسم معكم دائما الأشياء الجميلة، الأشياء التي أعشقها، حتى النخاع. دائما أريد أن أنقل لكم الطبيعة الجميلة والهادئة هنا بهذه المنطقة الجميلة، المنطقة الرائعة التي أحب المكوث فيها، يعني بكل فصولها. هذه المنطقة الرائعة التي أتمنى أن تنال إعجابكم، إن هذه المنطقة تزخر بمؤهلات سياحية رائعة، حبذا لو استثمر فيها بعض أبناء هذه المنطقة في وضع يعني منطقة لها يعني مستقبل زاهر، تحتوي على يعني مؤهلات غابوية، يعني يوجد بها النهر والغابة والجبال، منطقة رائعة. أنصح الزوار بزيارتها، إنها منطقة جميلة جدا، بها مناخ رائع، مناخ يعني في الشتاء باردا وفي الصيف حارا، يعني مناخ رائع. هذه اللي أمامنا يعني القليعة، هي عبارة عن قرية صغيرة جميلة وهادئة، ناسها طيبين. هي هذه اللي أمامنا، يعني الناس اللي كتمشي لعين سيركراك راه كتعرف المنطقة هذه، منطقة رائعة رائعة جدا. منطقة تحتوي على مؤهلات سياحية رائعة، هنا القمر. سلام على منظر رائع جدا، كم أحب هذه الطبيعة الرائعة، الطبيعة الجميلة. أنقل لكم هذه الصورة الرائعة من هذه المنطقة الجميلة التي أتمنى أن تنال إعجابكم صديقتي أصدقائي. منطقة رائعة. أتمنى أن يروقكم هذا الفيديو الرائع، يعني أنقل لكم جو الغروب من منطقة مشكا جماعة سيدي حسن، التي أتمنى أن تنال إعجابكم أصدقائي صديقاتي محبين في النفر حالي. وبهذا الفيديو أكتفي، إلى فيديو آخر إن شاء الله. أنقل لكم الصورة الرائعة من منظر غروب الشمس هنا بمنطقة مشكا، منطقة جميلة ورائعة.